سنراجع الحركات التي تعلمناها في الدروس الماضية. جميعها حركات من الدان الأول لمروحة الكونغ فو. استعدوا وأرخوا أجسامكم وركزوا، ثم ابدأوا التدريب. وضع البداية. نرفع اليدين ونتنفس بعمق في الوقت الذي نقوم فيه بالحركات بعد فتح الخطوة، ثم ننزل يدين وزفير. نكرر هذه الحركات ونتنفس بعمق. نرفع، نستنشق، وننزل زفير. لنقم بها معا. وضع البداية. دفع الين واليانغ بشكل مستوى. حرك اليدين بشكل قوسين إلى الخارج، ولتكن حركاتك متواصلة، ثم ضع المروحة أمام الصدر، ثم تقدم بخطوة إلى الأمام وادفع بالكف. تابعوا معي هذه الحركات التي سأقوم بها الآن. دفع الين واليان بشكل مستوي. شروق الشمس من الشرق. لنتمرن الآن على هذه الحركات. ننقل مركز الثقل إلى الخلف ونمسك بالمروحة فوق الرأس. نحرك اليدين بشكل قوسي ثم نفتح المروحة. شاهدوا كيف أقوم بها من الجانب. ننقل مركز الثقل إلى الخلف ونمسك المروحة هكذا، ثم نقوم بالوقفة القوسية ونفتح. تابعوا معي هذه الحركات التي سأقوم بها. شروق الشمس من الشرق. فتح الراية في مهب الريح. لنتمرن على هذه الحركات معا. نرجع المروحة، نغلقها، ثم نفتحها فوق. فلنقم بها مرة أخرى. لنقم بالحركات بشكل متواصل. مروحة الكونغ فو مستوحاة من الكونغ فو التقليدي الصيني، ويتشابه مع الرقص بالمروحة ومهارات حركات التاي جي من حيث المرونة، وهي جد منتشرة بين هواة الكونغ فو الأجانب أيضا. مروحة الكونغ فو مثيرة، إنها مثل اللغز، تبدو كشيء بسيط، يمكن استخدامه لتنعش نفسك، وهي لطيفة جدا ولها استخدامات عديدة، فيمكنها إخفاء رجلي وصد المعصم. أعتقد أنها شيقة ومثيرة، لذلك أجرب مروحة الكونغ فو والتاي جي.
إذا تعلمنا هذا التمرين على أسسه الصحيحة فسنتقنه، ولكن نحتاج إلى التدريب عليه بجدية. لنستمر في التدريب. احتضان القمر إلى الصدر. ترتكز هذه الحركة أساساً على وقفة الحصان. يجب علينا أن نحافظ على التوازن والاسترخاء والتنفس بعمق والرقبة مستقيمة. يجب أن يكون هناك تناسق في التنفس والحركة. لنقم بهذه الحركة. أدر اليدين إلى الأسفل ثم أشبكهما فوق الرأس هكذا، وتقدم بخطوة للجانب الخارجي قرفص في وقفة الحصان. تنفس بعمق. لنكرر مرة أخرى. نبدأ من الحركة الماضية. نحرك اليدين بشكل قوسي ثم نرجع القدمين إلى الجانبين. نضغط بالمروحة إلى الأسفل لتكوين حضن المروحة بوقفة الحصان. لنقم بها معا. احتضان القمر إلى الصدر. كب الأمواج من قاع البحر. افتح اليدين. أدر الخصر. يجب أن يكون هناك تناسق بين الوقفة مع المروحة. حسناً، نكرر. افتح اليدين. أدر القدم والجسم. ضع اليدين فوق الرأس ثم تقدم بخطوة وافتح اليدين أخيراً. لنكرر معاً مرة أخرى. العزف على العود الصيني. لنبدأ من كب الأمواج من قاع البحر. نغلق المروحة أولاً. نتقدم بخطوة، نفتح المروحة هكذا. لنقم بها معا. العزف على العود الصيني. انظروا كم هي جميلة. إخفاء العرض بعد الحركات الفارغة. بعد أن نغلق المروحة ندير الجسم ثم نحرك المروحة أفقيا هكذا، ولكن دون العرض الحقيقي. تذكروا ذلك. انقل مركز ثقل إلى الخلف هكذا، ثم تقدم بخطوة إلى الأمام وافتح المروحة. نكرر مرة أخرى. لنبدأ من الحركة الماضية. نرجع المروحة ونضعها فوق الرأس هكذا ونفتح المروحة. تابعوا معي هذه الحركة التي سأقوم بها الآن. إخفاء العرض بعد الحركات الفارغة. لنقم الآن بالحركات بشكل متواصل. النمر المفترس ينقض على الفريسة. كما سبق أن قلنا، يجب أن تكون هذه الحركة سريعة وقوية. لنؤديها معاً.
نكرر مرة أخرى. نفتح المروحة هكذا، نتقدم بخطوة ثم نطعن بالمروحة إلى الأمام. تابعوا معي هذه الحركة التي سأقوم بها الآن. النمر المفترس ينقض على الفريسة. دوران الجسم وفتح المروحة. يتطلب القيام بهذه الحركة الثبات والاتزان في وقفة الساقين والسرعة عند استدارة الجسم، ويكون صوت فتح المروحة رنانا. نؤديها معا. نكرر. لنقم بها مرة أخرى. دوران الجسم وفتح المروحة. التنين يلعب في الماء. بعد الشق بالكف هكذا، ننزل إلى الأسفل تماما، ثم أيضا نشق بالكف ونستدر بالجسم ثم بالمروحة هكذا. لا تنسى الوقوف على ساق واحدة باتزان. نعيد مرة أخرى. تقدم بخطوة وشق بالكف، انزل إلى تحت هكذا، نصعد بالوقفة القوسية، نضع المروحة باليد اليمنى ثم ننزلها فوق الرأس إلى جانب الخصر هنا، ونقف على ساق واحدة باتزان. التنين يلعب في الماء. لنقم بالحركات بشكل متواصل الآن. لنقم الآن بحركات الدان الأول بشكل متواصل.